يتعبون، لجان وجلستين بالأسبوع، ونص الجلسة قاعدين بالاستراحة يشربون شاي وقهوة ويناقشون مواد. فالجماعة نتيجة إنه مرهقين، والحكومة تعبانة، ومجلس الأمة تعبانة. يا أخي إحنا شعب مفروض نحترمهم أكثر ونقدر أدائهم الكبير لخدمة هذا الوطن، ورواتبهم قليلة ومهماتهم الرسمية شوية. فلازم نعذرهم، لازم إحنا يعني نبوس رؤوسهم على هالإنجازات. إحنا شعب ما نفهم عملهم العظيم وتضحياتهم الكبيرة اللي يقدمونها. ناس قاعد يدفعون من جيبهم ومصحتهم. إحنا الشعب ما نقدر إنجازاتهم العظيمة. وعليه عشان كذي يرتاحون قدموا اقتراح في مجلس الأمة، عندهم جلسة يوم 29/30، وتدرون رأس السنة والجو حلو، خاصة في لبنان، في لندن الأجواء حلوة، وفي باريس، وفي جنيف، ها، وبمصر الأمور طيبة، ها. فطبعا يحضرون جلسة يوم 29/30 شماله، نخلي الجلسة يوم 23/22 أساس بعد الجلسة 23 الناس يروحون يرتاحون يسافرون. تعبوا من شهر 10 هم يداومون المساكين 10 جلسات. انتوا ليش ما تقدرون هالنواب والوزراء يتعبون؟ استقبالات ومؤتمرات، ناس تجهد، حرام عليكم. خلي يرتاحون، خلهم يروحون برا يسافرون. أعطوني التغريف. أيضا قبل أن ندخل في البنود الثانية، أود أخذ موافقة المجلس بناء على طلب عدد كبير من النواب بأن يتم تقديم جلسة 29/30 إلى 22/23. جمال العمر أستاذ. لا موجود الجلسة فقط مالت 29/30 إلى 22/23 ويستمر الجدول على ما هو عليه. لا تقديم فقط، موافقة؟ إيه صحيح صحيح، لكن ما راح يعني راح أكمل جلسات ما لم ننتهي من ما هو مدرج على جدول الأعمال. وأنتم شاهدين، شاهد أبو مهدي شو ما خاله. يحق لهم ياخذون إجازة يا شعب يتعبون. هيئة النقل اشتغلت، ومشروع المترو وسكك الحديد خلص، ومطار الكويت خلص، والبيروقراطية انتهت، والشوارع اللي تذوب بالمطر انتهت، والخدمات الصحية صارت ممتازة. شنو بعد؟ والتعليم فوق، ووزير التربية الله يطول بعمره خلص مشكلة زيادة الرسوم في المدارس، والبديل الاستراتيجي خلصوا. انتوا ايش تبون؟ خلوهم يرتاحون، تعبوا، يطلعون اجازة اسبوعين ثلاث، وعلى ما يردون جلستين اسبوعين ثلاث، وعطلة الربيع اسبوعين ثلاث، وشهر ثلاثة جلستين، اربع ثمان جلسات واربعة وخمسة، والاجازة قبل رمضان، ونرجع نهاية 11. جماعة تعبوا الله يعينهم. يا اخي احنا نغثهم والله، مصيبتنا احنا المسؤولين. المفروض يعني ما
شو نسوي لهم؟ اصرف لهم بدل. ناس تتعب وينهم؟ جهد 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 عظيم، انجازات. النائب سعدون حماد